السلام عليكم، مرحب فيكم في الحلقة السابعة من تختيم لعبة The Last Guardian. يلا خلونا نكمل. اوكي، في الحلقة السابقة هجم علينا وحش ثاني زي تركو، طيحنا من فوق، طحنا ورجعنا الى هالمكان اللي كنا فيه من قبل. تركو جوعان يبغى اكل مرة ثانية. فاحتمال احنا راح نقاتل او بنمر بهالمخلوق او الوحش الثاني ذاك البرميل. ايه خدناه، الافضل نرميه هنا، اتمنى انه يوصل. وصل الحبيب. اوكي، مفروض انه يوصل هنا. بسم الله. ايوه، وقف وقف. اوكي عين هنا، اتمنى ان ما يطيح. بسرعه. اوكي، تعال يا غلام، خذ البرميل، ارفعه، ناخذه الى تركو. يلا بسرعه تركو، تفضل. رميت على راسه. يلا عادي، تتعود، مطيح وتموت. اوكي تمام التمام. الحين احنا وين نروح؟ ما نقدر نروح من هذا الباب لانه سكر. اطلع من هنا. اوكي، بننط الى نهاية المكان. اوكي، بنرجع فوق. اوكي، كويس. فكرت اننا بنرجع ل من نفس الطريق اللي كنا فيه من هنا من قبل، بس لا. كملها، كمل معروفك. اوكي، احنا تقريبا وين طحنا؟ طحنا من هنا. ايه، من هنا طحنا كأنه. اوف، استخدموا الشعار كدرع. او تركوا 100% ما اقدر اكمل، لازم انا اروح. كأنه لازم انا اروح. خايف والله، ما بيقدر يروح. يستخدموا الشعار كدرع، واقفين يعني ماسكينه. هذا الحين خلاص. اي تمام. نحتاج ان احنا نشتت انتباههم عشان تركوا يقدر يجي، بس انا ما اقدر اقتلهم بنفسي. يعني يبغوني يمكن اني اكسر الدروع اللي عندهم. هذا هو الحل الممكن اللي نحتاج ان نسويه. ما اقصد طنطنا كده. اها، هذا اللي كنت ابغى اسويه من شوي بس طحت ومت. ادفع للداخل. وش اللي ادفع للداخل؟ ادفع وش للداخل؟ اوف اوف اوف. هاي بونا ادز هذولا. ترى اتركوا الدف الثاني. اوف، يلا يا اتركوا تعال. ايوه كفو. ايوه، اقدر اساعده الحين. عندك وياهم. في واحد كأنه ما مات. طب امسكوني. يا تركوا، ساعدني. مسك الدرع. لا، ما مسك الدرع. لا اوكي. وش صاير؟ خلصنا يا تركو، خلصنا. هدي. ايوه، اخيرا سمعت الكلام. انا ملاحظ قرونه كل ما جانا قاعد تكبر، كانوا مو كبار كذا قبل.
بدأت اللعبة كان أصغر. يلا نط. هيا نط يا تريكو، هيا بنا يا تريكو. إنها مغلقة. دور دور. أيوة. كان نسمع صوته. أوف. طاير. يلا نط. بيطلع هذاك، بيطلع الوحش الثاني. كأنه كان الوحش الثاني لابس حناء وكان يعني قرونه أكبر من تركو، فأتوقع بيكون أقوى منه. أنا المشكلة الدرع اللي كان عندنا بداية اللعبة ضيعته أنا، اللي كان شو اسمه. دقيقة دقيقة. انزل انزل انزل. الطائر. ليش معصب؟ دقيقة. اوف ما اقدر انا اروح من هنا. لا اكيد ما اقدر. اوه في ذاك الوعاء اللي فيه الدخان، الدخان اللي يجنن الحبيب. دقيقة. انا اقدر اعبر من البوابة. تركو وين رحت؟ حبيبنا انا صديقك، تتركني هنا؟ لك من مشاكس. انا اروح حين. كانت المنطقة بالكامل مغلفة بالرائحة الغريبة التي تركت ثنخوين على رفيقي. كان الوحش مشوهم برائحة الوعاء ولم يستمع لندائي. اوكي يا تركو، اوكي خلي ريحة الوعاء تفيدك. ما بفيدك بعدين. وانا انط علي. اوف. وعلى الرغم من المسافة كانت مرتفعة لكن يمكنني فقط الهبوط على ظهره. فقد لدي فرصة للنجاح. دقات. ايوه انا اسحب الوعاء عشان اخلي تركو يتقدم. هذا وش راح يسوي؟ شفته غير المسار. اوكي الحين نقدر ندفه قدام. اتوقع ندفه لين ما نطيحه تحت في الحفره اللي شفناها. اذا تركو بيرجع لوعيه. الحين شكله نضيع الولد. اوف اوف. فكرت اني مت. بنادف هذا في الماي. ليش؟ نحن ايش استفدت؟ اوف نزل ديلا. اوكي 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 هذا اللي نحتاج نسويه. اوكي 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 الحين تو جاي ديلا منا. يا تركو اخذت وقتك حبيبي. اوه شكرا حبيبي. يلا كمل معروفك ونط مرة ثانية عشان تطلعنا من هالمكان. خلينا نطلع برا شوي نشم شوية هواء. مختنقين في هالمكان. ممتاز. اوه لا ممتاز صاير. اوف افخم. بعد ثاني كافو. يمدينا نروح منه. الباب مفتوح، فيه فراغ نقدر نعبر منه. اكل اكل اكل. لا تقول لي يبغوني احط الاكل فوق الصندوق وارميه. انا مستحيل نرمى من هنا صح؟ لا اقدر ارميه، احس اقدر ارميه من بعيد. يا اللعبة تبغوني الحين انا ادف هالصندوقين واركب على واحد وادف واحد
يمكن هناك شيء آخر اللي فيه كان علي أن أذهب بحثا عن مزيد من برامج البرامج. يلا هولا هوب. دفع يا حبيبي لا تركب. ليش يركب؟ أنا باي دفعه. هذه مشكلة ألعاب الاستوديو التحكم شوي غبي. تقدر تحطه؟ وأنا أنا غبي، تصدق إني أنا غبي؟ كنت دائما أرمي طلعت تقدر بس تحطه. آخ توني أكتشف هالشي، وصلت نهاية نص اللعبة تقريبا. يلا كل يا تركو يلا. يا طور أوف. حين يمدينا احنا نفتح الباب، بس انت كيف يمديك انك تجي؟ الباب مرة صغير. بغني انزل من هنا لو ايش بالضبط؟ تعلق دوني يبغوني انزل من هنا. وبعدها ايش اسوي؟ هي تركه ما يقدر يشي. احتاج اني اسوي شيء. هالولد شجاع شجاع، شوف الارتفاع اللي هو فيه، مو خايف يركض بعد. طبعا اقدر اروح من هنا، بس خلينا نفتح الباب. بسم الله خلعني. اوف تركو عصب. حرك ولد ورد، حرك 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 وراي. يلا ساعدني. كفو علي. ممتاز. هل هذا هو البرج اللي بنتسلقه احنا من بداية؟ اوف اوف واو رماني فوق يا حبيبي. بنزل بعدها وش بسوي؟ اوف 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 وين رحت؟ من البداية نط يا حبيبي، خليتني انزل تحت واعفر نفسي. وين انا الحين؟ يلا كمل كمل معروفك. اوكي ممتاز للغاية اتركه. هذي ساحة. اوه اوه شكله ايه شكله اعرف هالمكان. ايه بين علينا ادفع للداخل. اوف 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 انت يا حيوان يا كلب. يلا الله ما خليك. ما في كفر كفخم الحين يا تركو. انقلع جول تركو. اعطيه لطمه. هذاك بياخذ الشيل بياخذ الشيل. قلت لك ما في.
يلا كافو بوب the right and the left. أيوة ليش نحتاج هذا؟ أوف يبغوني أركب فوق. أيوة هذا اللي طلعت شوي فيني مخ. ما أنا غبي. وش اللي انفتح؟ أنا فكرت نفسها هذه الفتحة تنفتح. أوف فيها أكثر من مكان. ممتاز ممتاز يا ترف. يلا تعال ما يقدر يجي؟ لا يقدر يقدر. كفي كفي فكرت ضيق المكان أنا. هذا حصلنا برمين حقك يا تركو. تعال الله غوص. اوكي بما ان شكلها في لغز هنا. وين تركو؟ اوكي اتوقع من افضل ان نوقف هنا. اوكي وصلنا لنهاية الحلقة السابعة من تختيم لعبة The Last Guardian. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تحطوا لايك، اشتركوا في القناة عشان تشوفوا الحلقات الجاية من تكملة لعبة The Last Guardian. ان شاء الله بشوفكم قريب.